جائزة أفضل مطربة عربية. نستقبل الآن الممثل سلوم حداد. الأصوات الحلوة كتيرة والأغاني كمان، بس الرابحة واحدة بس رح تحصل على جائزة أفضل مطربة عربية. المرشحات إحساس عالي، خيارات غنائية ناجحة، وحضور كبير في قلوب المعجبين والمعجبات، وهن إليسا عن ألبوم تصدق بمين، لطيفة عن ألبوم أتحدى، أصالة عن ألبوم قانون كيفك. من يوم ما غنت بدي دوب دوبتنا بصوتها وإحساسها، لمعت الفنانة الجميلة والحلوة باختياراتها الغنائية الموفقة، اتخطت مبيعات ألبوماتها الأرقام القياسية بتري وورلد ميوزيك أوردز، وبيحق للأردن أنه يكرم نجاحاتها، وبيحق للبنانيين أنه يكونوا فخورين بنجمة الغناء اللبنانية أفضل مطربة عربية لعام 2010 الفنانة إليسا. عندي مشكلة، كل ما بطلع وفي ميكرو قلبي بدق وبنسى كل شيء بدي اقوله، بس بدي اقوله بدي اتذكر. بدي اقول انه اول ما بلشت غني كان عبالي اعمل غنية حلوة العالم تعرفني. عملت غنية حلوة اللي هي بدي دوب، بالاحرى البوم كامل انعرفت من خلاله. صار بدي اعمل البوم كامل حلو كمان. هلا ما كان عبالي جوائز اكيد، لما انا عملت يعني اكثر من البوم والله وفقني ونجحت، صار اللي ما كان عبالي وصرت طميعة وصار بدي بكل عمل اخذ جوائز. لانه بالحقيقة الجائزة هي تقدير معنوي كبير للفنان وبتعطيه حافز ليبدع ويقدم قصص حلوة دايما. بهالالبوم اللي قدمته تصدق بمين اكيد اخذ وقت مني، وكان بدي انه يعني طمعت انه ياخذ اكثر من جائزة عليه، فببلدي تكرمت الحمد لله وبرا وبالدول العربية، واليوم بالأردن ببلد أنا بكن لشعبه محبة خاصة ولا حكومته وملكته وملكه، يعني بشكرهم على التكريم اللي قدموا لي اليوم. بتمنى لهم إنه يكون هالحدث حدث سنوي وينجح ويجمعوا دايما النجوم العرب من كل أنحاء الوطن العربي. مرسي.